هو إعطاء المستشفيات في المستقبل حريتهم التامة للأكسجين. هذا احنا رانا نعمل ورانا في إطار اقتناء مولدات كبيرة للأكسجين. نعمل في المكثفات لأن لازم نحمي مواطنينا اللي يحتاج أقل من 10 لترات أو 20، لكن لازم 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 في أقرب وقت ورانا انطلقنا في العمل في اقتناء عن قريب مولدات يولي المستشفى ينتج هو الأكسجين، هو ينتج على حسب الكمية على حسب الطلب نتاعه، اللي عنده طلب كبير وطلب صغير فيه مولدات 40 متر كوب. التكنيسيان المتقنيين تاع المستشفيات هما اللي يعرفوا هذا الحل باش نخرج نهائيا من مشكل الأكسجين. ورانا في عمل وعن قريب في اقتناء عشرات من مولدات الأكسجين، وبالطبع هذه فيها دراسة وتمد للمستشفيات بالنسبة لدخل المستشفيات بالنسبة لطلبهم بالنسبة توازن بالطبع بين الغرب والجنوب والشرق والشمال.